فعلا يا احمد، يعني انا شخصيا سيوه من الاماكن الجميله اللي بحب ازورها، وزي ما قلت يعني احنا عندنا حاجات مستكشفه فرح، يعني انت دهب وسيوه وبتاع، فيعني تقدري ان انت تدينا احنا حاجات. حقيقي انا بشوف انه احنا في بلدنا فيها حاجات كتيره صحيح. حلوه، مش محتاجين ان احنا صحيح. نطلع بره ولا نسافر بره مصر عشان نلاقي الحاجات دي صحيح. وفعلا عايزه اقول انه 3 ايام كانت كفايه ان هم يلفوا في لؤلؤه الصحراء الغربيه عشان يصوروا كل ما يتعلق بالواحه واهلها وعاداتهم وطقوسهم. صوروا كمان ناس كتيره اجانب عايشين هناك، فرنسيين وإيطاليين استقروا هناك من زمان ومن فترة، منهم بنات ورجالة، وبدأوا ان هم فعلا يفتحوا مدارس ويعلموا الناس. المكان سبحان الله فيه راحة بال ربانية كده. فريق الحملة حاول ان هو يكشف في الفيديو اللي انتجه طقوس اهل الواحة من القعدة العربية والفعاليات الغنائية والموسيقية. الفيديو ان شاء الله هيكون جاهز قريب عشان الكل يشوفه ونشوف فيه الطقوس اللي موجودة لاهلنا في سيوة، لانهم فعلا عايزين يوروا اهلنا واصحابنا والاجانب قد ايه مصر جميلة وتستاهل فعلا تبقى على قمة البلاد السياحية.